أهلا بيكم في قناة فرنسي جراتوي. فيديو النهاردة عن النفي في اللغة الفرنسية لا نيجاسيون، إزاي أنفي الجملة وإيه هي الأدوات اللي بتتغير عند النفي. تابعونا. القاعدة الأساسية لنفي أي جملة في اللغة الفرنسية هي وضع فعل الجملة بنو وبا، زي ما أقول مثلا Je joue au football، يعني أنا ألعب كرة القدم. Je ne joue pas au football، أنا لا ألعب كرة القدم. Je ne joue pas. ولو الفعل ده بادئ بحرف متحرك J'aime le chocolat، هتكون Je n'aime pas le chocolat. Je n'aime pas إن أبوستروف. طيب إيه هي الأدوات اللي بتتغير عند النفي؟ أول حاجة أدوات النكرة. أي أداة نكرة في الجملة زي أن إن دي هتحول إلى دو أو دي أبوستروف لو الكلمة اللي بعدها بادية بحرف متحرك، زي ما أقول مثلا Tu as une voiture، أنت عندك عربية. Non je n'ai pas de voiture، لا ما عنديش عربية. هنا أداة النكرة إن اللي في السؤال اتحولت إلى دو في الجملة المنفية. القاعدة دي هيستثنى منها الجمل اللي فعلها فعل أتخ، زي ما أقول مثلا C'est un cadeau، دي هدية. Non ce n'est pas un cadeau، لا دي مش هدية. هنلاحظ ان اداة النكرة فضلت زي ما هي وما اتغيرتش. ادوات التجزئة. عارفين ان ادوات التجزئة هي دو مع الاسم المفرد المذكر، ودو لا مع الاسم المفرد المؤنث، ودو اللي أبوستروف مع الاسم المبدوء بحرف متحرك سواء مذكر او مؤنث، والدي مع الاسم الجامع بنوعيه. وعارفين ان استخدام ادوات التجزئة بيكون في الغالب مع المأكولات والمشروبات للتعبير عن كمية. أي أداة تجزئة في الجملة هتحول عند النفي إلى دو أو دي أبوستروف، زي مثلا Tu manges du pain، أنت بتأكل خبز. Non je ne mange pas de pain، لا أنا لا أكل خبز. Je ne mange pas de pain. لاحظنا تحويل أداة التجزئة إلى دو. Tu prends des ananas، أنت بتتناول أناناس. Non je ne prends pas d'ananas. وهنا أداة التجزئة تحولت إلى دو أبوستروف علشان كلمة أنانا بادية بحرف متحرك. الأعداد. هيحول أي عدد موجود في الجملة المثبتة إلى دو في الجملة المنفية، زي ما أقول مثلا Tu achètes 5 baguettes، أنت بتشتري 5 أرغيفة خبز. كلمة باجيت المقصود بها رغيف خبز كبير. الإجابة المنفية ممكن تكون Je n'achète pas de baguettes. Non je n'achète pas de baguettes. وده طبعا لنفي العدد بالكامل، بمعنى اني ما اشتريتش اي ارغفة. القاعدة دي هيستثنى منها الحديث عن العمر، زي مثلا Tu as 25 ans، انت عندك 25 سنة. Non je n'ai pas 25 ans، لا ما عنديش 25 سنة. كلك يعني بعض. لو لقيتها في جملة مثبتة هحولها عند النفي لأوكان او أوكين، بمعنى اي، ويجي بعدها مفرد. طبعا أوكان هيجي بعدها مفرد مذكر، وأوكين هيجي بعدها مفرد مؤنث. نشوف مثال Il reste quelques morceaux. Il reste quelques morceaux. تبقى بعض القطع. أنفي الجملة دي Il ne reste aucun morceau. Il ne reste aucun morceau. لم يتبقى أي قطعة. استخدمت أوكان علشان كلمة morceau مفرد مذكر. Tu as des amis français؟ Tu as des amis français؟ أنت عندك أصدقاء فرنسيين؟ Non aucun. وهنا aucun معناها ولا واحد. أما كلمة quelque part بمعنى في مكان ما تنفى باستخدام nulle part، يعني ولا مكان. Tu la vois quelque part؟ Tu la vois quelque part؟ أنت شفتها في أي مكان؟ Non je ne la vois nulle part. Non je ne la vois nulle part. لا ما شفتهاش ولا مكان. كلمة ديجا يعني مسبقا تحول إلى بازون كور، بمعنى ليس بعد. إلفا ديجا شي لو دونتيست، هي رايحة بالفعل طبيب الأسنان. إل نيفا بازون كور شي لو دونتيست، لن تذهب بعد إلى طبيب الأسنان. كلمة بوكو يعني كثيرا، تنفى بأكثر من طريقة، إما با بوكو أو با سوفون أو غير، بمعنى ليس كثيرا أو قلما أو نادرا ما. Il y a beaucoup de bruit، يوجد كثير من الضوضاء. Il n'y a pas beaucoup de
الربعوي، لا يوجد كثير من الضوضاء. Il travaille beaucoup، هو يعمل كثيرا. Il ne travaille pas beaucoup، il ne travaille pas souvent، il ne travaille guère. كلهم معناهم هو لا يعمل كثيرا. Encore يعني ما زال. لو لقيتها في جملة مثبتة مطلوب أن فيها هستخدم plus بمعنى لم يعد. Il marche encore، هو ما زال يمشي. Il ne marche plus، لم يعد يمشي. إيه أداة العطف، وهنا بقى هنسمي النفي نفي متعدد لأن يبان في أكتر من مفعول لنفس الفعل، زي مثلا جام لا ميوزيك اي لو سبور، أنا أحب الموسيقى والرياضة. عايز أقول بالعربي لا أحب لا الموسيقى ولا الرياضة. Je n'aime ni la musique ni le sport. نلاحظ طبعا أداة النفي قبل الفعل إن أبوستروف وأداة النفي المتعدد ني اللي ممكن تتكرر قبل كل مفعول هيجي في الجملة. تو وكلكو شوز، يتم نفي كلكو شوز بمعنى شيء ما، والتو بمعنى كل شيء باستخدام غيان بمعنى لا شيء. Il mange quelque chose، هو يأكل شيء ما. Il ne mange rien، هو لا يأكل شيء. Il connaît tout sur la musique، هو يعرف كل شيء عن الموسيقى. Il ne connaît rien sur la musique، هو لا يعرف شيء عن الموسيقى. Tout le monde أو quelqu'un، يتم نفي quelqu'un بمعنى شخص ما، و tout le monde بمعنى كل الناس باستخدام ne والفعل و personne، وده لو كان موقعهم في الجملة مفعول، أو personne ne والفعل، وده لو كان موقعهم في الجملة فاعل، زي مثلا il voit quelqu'un يعني هو يرى شخص ما، يعني كلمة كلكان موقعها مفعول به. هنقول il ne voit personne، il ne voit personne، هو لا يرى أحد. tout le monde est là، كل الناس هنا، و tout le monde موقعها فاعل، كده هنقول personne n'est là، personne n'est là، لا أحد هنا. toujours يعني دائما، و souvent يعني غالبا. لو لقيتهم في جملة مثبتة هنفيها باستخدام جامي يعني أبدا. Il regarde souvent la télévision، هو يشاهد التلفزيون غالبا. Il ne regarde jamais la télévision، هو لا يشاهد التلفزيون أبدا. Il parle toujours، هو يتحدث دائما. Il ne parle jamais، هو لا يتحدث أبدا. ملحوظات هامة لازم نخلي بالنا منها واحنا بننفي أي جملة. المصدر ما نحطوش أبدا بين طرفي النفي، بيكون خارج طرفي النفي. Je t'ordonne de ne pas sortir seul le soir، أنا أمرك ألا تخرج مفردك في المساء. علشان فعل المعنى في الجملة هو فعل sortir، وجي بعد فعل متصرف ordonne فضل بره النفي، وكتبنا ne pas ورا بعض وبعدين الفعل. لنفي جملة بها فعل مصرف وآخر في المصدر ينفى الفعل المصرف فقط. Il ne va pas sortir ce soir، هو مش هيخرج الليلة دي. الجملة دي في المستقبل القريب اللي بيتكون من تصريف فيرب اللي زائد المصدر، يعني الفعل اللي هيتم نفيه هو فيرب اللي il ne va pas، وفيرب sortir هيفضل بره النفي. مثال تاني il ne veut pas jouer avec nous، il ne veut pas jouer avec nous، هو مش عايز يلعب معانا. لنفي الفعل ذو الضميرين يوضع الضمير والفعل بين طرفي النفي. Je ne me lève pas tout، je ne me lève pas tout، ده فعل سليفي فعل ذو ضميرين ومعنى الجملة أنا لا أستيقظ مبكرا. Je ne me suis pas levé tout، هنا الجملة في الماضي المركب وحطينا الضمير والفعل المساعد بين طرفي النفي. Je ne me suis pas levé tout. دلوقتي وعشان تتأكد إنك فهمت كل حاجة عن النفي جاوب على التمرين ده. تقدر توقف الفيديو علشان تجاوب قبل ظهور الإجابة. وبكده خلص درس النهاردة عن النفي لا نيجاسيون. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك، واكتب لنا تعليق لو عايز شرح حاجة معينة، وما تنساش الاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديدنا. أغوفوار.